الخير واهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع صحافه الغد وابرز العناوين والموضوعات اللي بتعكسها الصحف. وبدايتنا كالمعتاد بابرز عناوين الجرائد. في الجمهوريه متحدث الرئاسه الرئيس السيسي حريص على تفعيل دور اجتماع المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائيه. في اليوم السابع المحافظات ترفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء وموسم الأمطار. الأهرام وزير الإسكان يكشف 7 محددات في مخطط تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة. أهلا بحضراتكم من جديد ونبتدي التفاصيل من جريدة الجمهورية. وإبداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تفعيل دور اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، طبعا يوم ليه طابع خاص وقيمة خاصة ودلالة خاصة بواحدة من رموز الشامخة القضاء المصري الأصيل والنزيه، ويوم القضاء المصري بكل ما يحمله هذا الملف بالكثير من الإنجازات وبالتطور الرقمي وبالعدالة الناجزة المنشودة كما ينبغي أن تكون. وكان في الحقيقة إفادة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة في أكثر من جزئية، لعل أبرزها كان الحرص على عدم التدخل في أحكام القضاء بكافة الإشكال والاحترام لي والإصرار على تحقيق هذه العدالة الناجزة وتوفير المكتسبات الموجودة في المناخ الحالي لتحقيق التطلعات المرجوة في هذا الإطار. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبتأكيد يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيد الرئيس على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلا عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. معنا على التليفون للمزيد من المتابعة لهذا المشهد القضائي الصرف وبالتأكيد تغذيه كثير من الروافد اللي أودت إلى احتفائنا إن شاء الله كل عام بهذا اليوم، يوم القضاء المصري. المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، تحية لحضرتك سيادة المستشار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وانتم بخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. أبرز ما تتوقف عنده عندما نتحدث عن التطوير في المنظومة القضائية بكل الحراك اللي حدث على مدار الفترة الماضية ومن خلال الرسائل اللي تم إيصالها في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إحياء هذا اليوم؟ هو يعني حضرتك الحقيقة فخامة الرئيس السيسي النهارده أرسل رسالة مهمة جدا عشان المواطن العادي يتفهمها، وهي التأكيد على استقلال السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية المستقلة هي التي تمثل ضمانة للمواطن، للمواطن العادي، وبالتالي فإن تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على استقلال هذه السلطة هو ما يمثل ضمانة كافية للمواطن العادي لكي يشعر بالاطمئنان في حياته ويشعر بالاطمئنان في حصوله على حقه ويتأكد من أن هناك عدالة تامة تحمي حقوقه المشروعة. ويعني هناك تطورات حدثت كثيرة في الفترة الأخيرة، مثل بناء المحاكم الجديدة، مثل المحاكم، مثل تطوير العدالة الرقمية، إدخال الرقمنة في منظومة العدالة، كل هذه مسائل جديدة جدا ومسائل تؤكد على دور العدالة وحرص المسؤولين عن العدالة في وصول الحق إلى أصحابه وحماية المواطن العادي مما قد يتعرض. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.
نواصل مطالعاتنا الصحفية مع حضراتكم ووقفتنا القادمة مع جريدة اليوم السابع، وبالتأكيد الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء، خاصة ربما بيكون في استعدادات خاصة وجهود استباقية مبذولة من قبل القائمين على إدارة هذه المنظومة في المحافظات الساحلية تحديدا لمواجهة أي ما يمكن يعني يكون له أثار غير محمودة في موسم الأمطار والعواصف والسيول في فصل الشتاء. استعدادات على قدم وساق خلال الفترة المقبلة بالفعل بدء هذا الموسم وفصل الشتاء عبر اتخاذ عدة إجراءات لحماية المواطنين. بتجدر الإشارة إلى أن الحسابات الفلكية اللي أجراها معهد الفلك كشفت عن أن الاعتدال الخريفي يبدأ الأربعاء الموافق 22 سبتمبر، وفصل الخريف يبدأ الأربعاء الموافق في ذات اليوم 22 سبتمبر، طوله 89 يوم و20 ساعة و38 دقيقة. أما فصل الشتاء فيبدأ في الثلاثاء اللي بيوافق 21 ديسمبر، وبيبلغ طوله أو مدته 88 يوم و23 ساعة و35 دقيقة. طبعا من المشروعات الضخمة جدا واللي تعتبر واعدة في ذات الوقت وهتنقل مصر على كافة الأصعدة نقلة كبيرة هي العاصمة الإدارية الجديدة. وقفة مع جانب من جوانب هذا المشروع من جريدة الأهرام وكشف وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار إن هناك سبع محددات في مخطط تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية، بيتمثل أولها في أن تكون مدينة خضراء ذات مساحات خضراء كبيرة يصل نصيب الفرد منها ومن هذه المسطحات والأماكن المفتوحة إلى 15%. جاء ذلك خلال اجتماع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور بشر الخصونة رئيس وزراء الأردن والوفد المرافق له بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. وتناول هذا الاجتماع عرض وافي لاستعراض ملامح أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الجديدة. ساحة الشعب هي من ضمن المميزات لهذا المشروع، وهي حديقة كبيرة للغاية تصل بين مسجد مصر والقصر الجمهوري. وتعرف الوفد الأردني أيضا على ملامح أخرى منها النهر الأخضر اللي بتبلغ مساحته 1000 فدان من الحدائق والمتنزهات، كما أنه من ضمن المحددات أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة تستخدم فيها الطاقة وتدوير المخلفات، و70% من أسطح المباني بها تغطيها ألواح الطاقة الشمسية، كما أنها مدينة مصممة ومخططة للمشاة ونقل الجماعي، وهي مدينة للسكن والحياة، حيث أن 35% منها إسكان عالي الكثافة و50% إسكان متوسط الكثافة و15% منخفض الكثافة، وهو ما يعني أن كل الطبقات المجتمعية ستكون موجودة بالعاصمة. وبالتأكيد طبعا الطابع الرقمي أيضا بيفرض نفسه بقوة على هذه المدينة، إضافة إلى أي مدن بيتم المضي قدما في إقامتها في المستقبل القريب بإذن الله في مصر. نتحول للمصري اليوم والمزيد من النجاح والمزيد من المشروعات اللي بتندرج تحت العنوان الأكبر من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وزير التنمية المحلية يتابع هذه المشروعات في محافظات مصر المختلفة تحديدا في الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان على هامش زيارته لمحافظة الأقصر. اللواء محمود شعراوي عقد اجتماع مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري. وخلال الاجتماع أكد وزير التنمية المحلية أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تسير وفقا للخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن الحكومة بكامل وزارتها وهيئتها في حالة عمل ومتابعة على مدار الساعة للانتهاء من هذه المشروعات وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري. وأضاف شعراوي أنه حرص على حضور القيادات التنفيذية بالمحافظات للاستماع لآرائهم حول معدلات تنفيذ المشروعات ونسب الإنجاز، وعرض كذلك لأي التحديات تواجه عملية التنفيذ من أجل سرعة إنجازها، مضيفا أن استثمارات برنامج تطوير الريف المصري في 3 سنوات سوف تتخطى مبلغ 700 مليار جنيه.
آخر أخبارنا من المصري اليوم حول تنسيق الجامعات وتصريحات وزير التعليم العالي بإعلان نتيجة المرحلة الثالثة. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أن نتيجة طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، أن مكتب التنسيق بدأ بالفعل في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة وشملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر. وبالفعل تم الانتهاء من عمليات المراجعة. معنا المزيد من المتابعة على الهاتف الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. تحياتي لحضرتك أستاذ رفعت، أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذ ريهام، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إحنا طبعا بنتكلم دلوقتي عن إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، وبالتأكيد هي يعني تجربة هذا العام تستحق المتابعة والتحليل والتقييم ولو على الأقل بشكل مبدئي ممكن يبنى عليه خلال السنوات القريبة القادمة بإذن الله. لو هاخد من حضرتك نظرة شاملة لهذه النتيجة سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية أو الثالثة، حضرتك تقول إيه؟ سواء أستاذ ريهام، الثلاث مراحل تم فيهم توزيع السنة دي ما يقرب من 555 ألف طالب وطالبة، سواء المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. الثالثة كانت جزئين، ضم الطلاب الناجحين في الدور الأول وتم تأجيل إعلان نتيجتهم إلى أن تم ضم الجزء الثاني من المرحلة الثانية من المرحلة الثالثة، ودول إجمالي عددهم الاثنين حوالي 200 ألف طالب وطالبة وأعلنت صباح اليوم. لكن نظرا لأن المجاميع بتاعة المرحلة الثالثة معظمها مجاميع قليلة والأماكن المتاحة بتبقى في الجامعات والمعاهد أقل من المتاح لطلاب المرحلة الأولى والثانية، فاستنفذ رغبات طلاب استنفذوا رغبات لم يجدوا مكان يتناسب مع مجموعهم حوالي 4000 طالب وشوية. ال 4000 دول فتح لهم مجال النهاردة إن هم يخشوا عشان يكتبوا رغبات تانية جديدة في حدود 10 رغبات للأماكن من المعاهد بصرف النظر عن موقعها الجغرافي، بس عشان تتفقوا مجموعهم، لأن في طلاب جايين 50% 50.5 51، فكانوا كتبوا رغبات ال 75 رغبة في كليات ومعاهد ما خدت مجموع أعلى من مجموعهم، فكده نقول استنفذوا الرغبات، فهنا متاح لهم النهارده يكتبوا رغبات جديدة ويرسلوها لمكتب التنسيق. بدءا من بكرة إن شاء الله هيتفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة دول، وهيبدأ من يوم الحد ولمدة 3 أيام. بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك المهم جدا، هو تقييم نتيجة الثانوية العامة السنة دي أو بالنسبة للتنسيق بشكل عام. هي طبعا كانت تجربة صادمة في الأول بالنسبة لأولياء الأمور والطلاب بسبب نزول المجاميع أو قلة المجاميع بتاعة الثانوية العامة والشرائح، ولكن بما ما كانش مزعجة بالنسبة لنا إحنا كمتخصصين، لأن حتى لو كان الطالب الأول في الثانوية العامة جايب 85% ده ما فيش فيها ضرر، لأن معناها إن من 80 ل 85 مثلا يخش بقى يطلق عليها بكليات القمة، إنما الناس ما كانتش متعودة على مدى 30 سنة مضت إن هم يشوفوا المجاميع دي. ولهذا عندما تم التوزيع في مكتب التنسيق لهؤلاء الطلاب وجدوا إن كليات الطب على سبيل المثال بدل ما كانت السنة اللي فاتت الحد الأدنى ليها 98.53% السنة دي واخدت 91.2 كحد أدنى، المجموعة الطبية نزلت لحد 88%، ودي لم يحدث طوال أكثر من 25 سنة ماضية. هذا التوجه هيستمر بالنسبة لنتائج الثانوية العامة أستاذ إرهاب، لأن كده الهرم اتعدل بالظبط، أصبح الشريحة الكبيرة
السرقه اللي حصل على مجاميع كبيره هي اقل، طبعا لان المجاميع اللي كانت فوق ال 100% قبل كده ما يعني ما كانش الوضع صح. كانت ظاهره مرضيه غير صحيه على الاطلاق، لان كان الهرم مقلوب واكثر من نص طلاب الثانويه العامه جايبين 90% فاكثر، وبالتالي اعتقد الطلاب ان هم عباقره، وان ممكن اللي جاب 98 ولا 97 بدل ما دخلش كليه الطب، لا ده ظلم فادح بالنسبه له وخلافه. لا هو مش ظلم، لكن كان نتيجه تقييم وتصحيح وقواعد القبول نفسها يا فندم بتتوافق يعني مع هذا التطور اللي حصل في النسب. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ رفعت فياض مدير تحرير جريده الاخبار اليوم، جزيل الشكر فيها. وهذه المداخلة هي خير التتويج لهذه الجولة الصحفية في صحافة الغد، بشكر لحضرتكم حسن المتابعة، وبعد قليل جدا أصحابكم في ساعة إخبارية شاملة على شاشة قناة النيل الأخبار. إلى اللقاء.